حمق علاش هرسنت الدراري؟ فين غنمشيو؟ فين؟ هنيا؟ ايه قولي البنات فين غنمشيو؟ فين؟ سو فين غنمشيو من بعد؟ اشنا ايه كوردي هيك كورد انا بلاصه توتي نمشي واحد بلاصه نمشي في توتي والله يا بورتا تبيع نمشي واحد بلاصه نمشي في توتي قلت لي طبعا اوكي حانو كتقول يا مامي بلاصه توتي صافي عيسي واخا نمشي بلاصه نشري كتوتشات ما بقيتش كنهز الكارو البنات سمعتوا واخا شي عاوتاني في التران ها نمشي في التران ماما يا نادي واخا بالي ماني نادي ماني بالي يلا سير قلت لكم ولات بلا كنمشي على رجلينا احسن بلاصه توتي كنمشي على رجلينا احسن لحقاش هي ولات كتمشى حسيت اليوم داك الكارو كنقام تقلابي نعم بلاصه توتي واخا دابا غتبقى تقول بلاصه توتي حنا شي لها توتي بلات انا مريضه اليوم خارجه لحقاش قنط الصراحه نخرج انا ودانيا احسن من نبقاو في الدار مهم منين خرجنا دابا تقريبا ضربنا نص الطريق تمام يا مانو ضربنا نص الطريق ودانيا مامي بلاصه توتي مامي بلاصه توتي مامي بلاصه توتي حرك ولا نصف ثانية مش حتى ثانية خاطرني بالضحك كنت ندمت حتى قلت عليك صافي كما قلت لكم دابا ضربنا حنا نص الطريق البلاصة فين بغينا نمشيو دنيا شنو بغيتي؟ نعم المهم اليوم كاين البرد كما قلت لكم انا مروحة داكشي اللي كيجي لكم عينيا ناعسين وصوتي خارشش المهم هذا نروح بقى فيا سيمانة وحرفتني الحمد لله غير كنت نعاود لكم صافي ايوا صافي حنا غاديين تلقى من بعد ونو دنيا وقفتنا هنا في الجرده قالت لك ضروري نلعب شويه زدنا لها في الجرده قالت لك خليني نلعب شويه يلا لعبي حقا انت تغير خمسي عاسينو جو بالليل ما زالت المغرب ديك الحمقه اللي كثر هي هاد كتكوتا دانيا بلاصه اه لا بنات حنا وصلنا من بعد ساعه ديال بلاصه توتي بلاصه توتي ما عرفتش غنلقى شي وحده بعد توتي سنه ولا لا مشكله كوميرسي انا هذا نضربو دويره بوحدنا خرجه انا وياه ديال البنات قلت لكم الخرجه ديال البنات عرفتي عليها برد البنات شوفوني في احمر كيبان ليا كلشي ساد الانترنت كلشي حاجه او ماي جاد شمت البنت حق الله الا كان في الانترنت مفتوح او ماي جاد اجي 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 بلاش تحكي ما كاين يدير ما كاين يدير ادني وشينا ياي لا بس كلشي تاد كلشي كلشي الله شنو كاين شنو اش بغيتي؟ فلوس اش بغيتي فلوس؟ فلوس شنو بغيتي ديري فلوس؟ فلوس ما خدامش هذا ماما شفتي كاتبين هنا كينوفا ما خدامش ديري هنايا
اول مره غنلعب هاد اللعبه حق الله كارطا صافي سالينا جبت لي هنا واحد الباركي بريفادو حاش هو اللي كاين في الصندوق كوميرسيال. هلا سينيوريتا هلا مي بريباراس algo para comer vale qué tienes qué tienes ¿Cumpleaños feliz? Sí. Vale, ¿tienes patatas fritas? ¿Eh? ¿Tienes patatas fritas? Sí. Ay, gracias. Toma el dinero. No, el dinero. Gracias. Adiós. شنو تاكلي؟ بيتزا. ياه اش ربات توتشاس وجبت تاكل بيتزا احسن بيتزا احسن من توتشاس هكا دنيا دنيا كاس ميخور توتشاس وبيتزا شوف شوف ولا ميخور بيتزا وتوتشاس بيتزا ميخور ولا؟ بيتزا عاسي فالي دينا البنات دنيا هزت بيتزا مع هاد الطاطا انا كوكولا هي دارو ندير كيت كات ولا عصير استا ريكو؟ تغوستا؟ سلام بنات مهم اليوم نهار اخر البارح ما كملت لكمش والو لانه صافي تعشينا وجينا بحالنا للدار ما بقيتش سجلت حتى شي حاجه كما قلت لكم جينا للدار وصافي وجيت نشوف الفلوغ لقيته قصير بزاف لانه صراحه انا كنت معوله ندير لكم فلوغ واحد يعني نهار واحد كنت باغا نسجل لكم ملابس وداكشي قلت زعما راه كاين تخفيضات وهذا لا ساعه لقيت كلشي مسدود التخفيضات غيكونوا بداو اليوم ولكن البارح كلشي كان سد لانه ما عرفتش كاين يقدر بلايص اخرين يحلوا بالحق هذا بعدا يعني مشيت البارح كان مسدود صراحه تصدمت والله لانه كنت معوله غيكون محلول لانه الحد الاول ديال الحمد لله الحد الاول ديال التخفيضات ديما زعما كيكونوا فاتحين المحلات ما عرفتش علاش صراحه ما مفتوحش المهم انا كما كتشوفوا لابسه البيجامه ولابسه تريكو ديال الخيط من الفوق راه كنت كندير لكم فيديو وحيد الزيف داكشي كنت غنمشي نبدل لبس زعما الجهه الفوقانيه ديال البيجامه شنو نقول اجي نكمل البنات هذا الفلوغ هذا في الدار نيت نشارك معكم شي واحد الكسيوات هادو كانوا وصلوني لانهم طوالين داكشي غتكونوا يعجبكم بزاف ديال البنات كيعجبكم ملابس يعني كساوي خصوصا دابا جاي الصيف الربع وغنشارك معكم الكادو اللي خديت لراجلي لانه بزاف منكم كتسولوني عواطف على افكار ديال الكادوات اللي تقدروا ديروا الازواج ديالكم صراحه لكن ما احسن من الافكار سي مزيان شي مرات كنديو افكار من صحاباتنا وشي مرات كتعرفيه هو تقريبا شنو خاصو ولا شنو عاجبو من خلال الهضره ديالكم العام نهار على نهار على نهار تقدري دور تفكري شويه بعقلك زعما تخدمي شويه عقلك وتلقاي شي حاجه كنهضر عليها عاجبه وهداك الشيء تاخديها لي في عيد زواجكم ولا في عيد الميلاد انا هادشي اللي كندير دائما المهم نبدا اول حاجه نوريكم شنو هما الكساوي اللي قلت لكم اللي بغيت نشاركهم معكم لا تكونوا مهتمين بهم هاد الكساوي البنات وصلت بهم عند السيد ديال ميس كوتيز راه فايت لي شاركت معكم بزاف ديال الحاجات من عندهم كيديروا حتى ملابس بحال هكا طوالين المهم اول كسوه هي هذه كتجي بحال هكا كيف ما كتشوفوا هانتوما اللون ديالها هو هذا اللي كتشوفوا زرق زرق بلوماغي كيجي فالكم بحال هكا كيجي فهاد البيرلاس التوب ديالها زوين صراحه رطب بالنسبه للطول ديالها طويله وكتجي هي الخياطه ديالها زعما غاديه طول ما عرفتش تجي قدي صراحه ولا لا المهم الا جات قدي راه غادي تشوفوها ملبوسه ما جاتش قدي ما غاديش نلبسها الكول ديالها صراحه كيجي مجموع يعني من ديك الناحيه ما تخافوش زعما يجي طايح من هنا وش حاسينو مجموع على حسب الزيف وداكشي صراحه التوب ديالها زوين هذه تلقى للربيع بحال هكا من يلاه كيدخل الصيف بالحق من بعد السيكات تكون سخونه لانه التوب ديالها قطني كيف ما كتشوف قطن
التوب ديالها زوين، عجبتني الخدمه، مخدومه مزيانه وصافي. ديك الساعه ما قلت لكم الا شفتها جات قدي ما جاتنيش مزيره غنقيسها، ولا جاتني مزيره غنقيسها لكم غير من هنا الفوق. والحاجه الاخرى اللي عجبتني جاتني من عندهم هي هذه، واخا التوب ديالها ما ماشي توب، واحد التوب بشكل ما عرف شنو سميتو بالحق، ماشي داك التوب اللي مولفين كنشوفو في العبايات، واحد التوب اخر غير هو سيل في الصاله ديالها زوينه. كتجي بحال هكا، جات بحال الفراشه، ولا هي نيت راه فراشه، ها نتوما كتجي بحال هكا شفتو، كيجيو هاد الكمام ديالها معقودين، هادشي اللي تيعجبني هكا. كيعجبوني جوج الفراشات اللي كيجيو مفتوحين لانه كيبان لك كلشي، يعني جاو هادو مسدودين ما تخافو والو. وكيجي فراشه البنات، كتجي بحال هكا شفتو، هي غادي نقيسها لانه الصيغه تجيني واسعه انا عارفه. كتجي هاد الخياطه ديالها هابطه حتى لهنا وزوينه، هادي حتى هي بحال هكا شي مناسبه العيد مهم، ندير نقيسها وغتشوفوها كيفاش كتجي ملبوسه. وهادو كلهم خديت فيهم الطيائل ديال البنات، هاد الزيف وهادي اللي كتجي بحال هكا، هادي كتجي بحال هكا، هادي كتجي الكميم ديالها ما ملبسين، شو كتجي من هنا فيها لاستيك خضر، تلبسو من تحتها شي حاجه سينو غتبين لكم الكمايم. حتى هي نفس الشيء كتجي طويله بالحق، هادي غادي الفصاله ديالها وكتفتح شويه بالحق، ما كتفتحش حتى لتحت علاش كتفتح. المهم كتجي بحال هكا شفتو، ها كيفاش قلت لكم، حتى هي زوينه، التوب ديالها زوين عجبني، الخياطه ديالها زوينه، كلشي زوين. فيها السنسله من هنايا، تقدروا تفتحوها باش تقدروا تلبسوها، لان الكول ديالها حتى هو مجموع زعما، تعجبوني صراحه الكساوي ولا الحوايج اللي كيكون الكول ديالهم مجموع. المهم صافي البنات، هادشي اللي كاين وكتجي ملبسه هي كامله، ملبسه حتى لتحت، لانه انا عارفه الناس كيهتموا بهادشي، ملبسه حتى لتحت ما تخافوش حتى شي حاجه تبان لكم، مي من هنايا ضروري تلبسوا بودي، حتى حاجه ما كامله في الدنيا. وكيجي معاها الحزام ديالها، حتى هذه نقيسها لكم تشوفوها كيفاش كيجي من البوسه، ضروري ما نقيس لكم هادشي صراحه، انا ماشي هو اللي نقيس هادشي زعما ولا هذا، غير هو كيعجبني نقيسو لكم، لانه انا قبل ما نكون قبل ما ندير يوتيوب كنت نتفرج بحال هكا بعض اليوتيوبرز اللي كانوا كيقيسوا، كنت ديما كندخل نشوف فيديوهاتهم. علاش؟ لاني كنت كنشوف اللبسه ملبوسه، يعني واخا نوريكم، وهذا اللي ما شفتوش ملبوسه ما كتحس ما كتعرفوش كيفاش كتجي ملبوسه، ما نعرف يعني فاش كنت كنشوف، واخا تعجبني شي وحده كتبين ديما لي هول داكشي، الا ما شفتش داكشي ملبوس ما كنقتنعش، خصني نشوفو ملبوس. لهذا كنت ديما كنقول اوف فاش خسرات هذه الا وردنا الحوايج ملبوسين، ديما كنت كنقولها والله. يعني فاش درت يوتيوب كنت بعض المرات كنديرهم ملبوسين وبعض المرات لا، ولكن من بعد قررت قلت عرفتي شنو، يعني الا جاوا قدي اشنو خسرت، هي صراحه كياخذ شويه الوقت ملي كتقيسي الحوايج، قلت ولكن شنو خسرت، يعني من الاحسن نشارك مع البنات، وريتهم هاد الحوايج وهاد الشيء، من الاحسن نوريهم كيفاش كيجيو ملبوسين باش يعرفوا واش نيت عجبوهم ولا لا. يعني ملي كتشوفي الحاجه ملبوسه عاد باش كتعرفي واش تعجبك ولا لا. لهذا دابا نخليكم دابا تشوفوهم كيفاش كيجيو ملبوسين، ونوريكم الكادو اللي خديت راجلي باش تقولوا لي الراي ديالكم واش زوين ولا لا. مشيت جبت لكم هادشي، هاد الكادو خديتو ليه من امازون، لحقاش سينو غادي يعيق بيا، انا ما كنتش بغيتو يعيق بيا، لا هذا خديتو من امازون باش يوصلني ملي يكون هو خدام ونخبيه ما نوريهش ليه. الكادو اللي خديت ليه البنات غتشوفو هادشي غادي تعرفو شنو خديت ليه، هاد سميتهم ماشي بان لكم هنايا، هاد الكبسولات اللي كيجيو هنا ديال دولشي غوستو نوريهم لكم، اكيد حنا راه فتحناها وشفنا الكادو صافي، الكادو تاع طرمولا غير هو كنوري لكم. خديت لي هاد الكبسولات هادو ديال القهوه، ديال القهوه حليب، خصني ناخذ وحدين اخرين لانه صراحه خديت قهوه حليب لحقاش هي الحاجه كتعجبنا بجوج، انا ما كيعجبنيش قهوه بوحده، وباقا باغي ناخذ كابوتشينو وفرابوتشينو ان شاء الله. المهم هادش ماشي هو الكادو، هذا الكومبليمنتو ديال الكادو، ها هو الكادو اللي خديت ليه، خديت ليه نوريكم كيفاش كيجي هاد العجب. خديت ليه هاد الماكينه هادي ديال القهوه، ها انت ماما يلاه نعسي بنتي تفرجي، يلاه نعسي تفرجي. خديت لهاد البنات هاد الماكينه ديال القهوه هادي،
لانه ديك المره كنا كنشوف واحد المحل وعجباتو يعني هاد الماكينه ديال دولسي غوستو، عندهم بزاف ديال النوع الغالي والرخيص على كل واحد شنو قدر. كان داك الموديل اللي معروف ديما اللي كيكون بحال الشكل ديال الروبو اللي كيكون عندها الرويس بحال هكا، المهم راكم عارفين اللي معروفه. بصراحه عجبني هاد الموديل، انا حسن جاني زوين، راني حاطه داكشي باش كنشوف فيها، جاني زوين عجبني وقلت حتى هو غادي يعجبو وعجباتو عجباتو. صراحه احسن حاجه تقدر تكون عندكم البنات. دابا انا هاد القضيه زق الكادو لي وليا بجوج بينا، حقاش انا صراحه من محبي القهوه، ماشي زعما كنشربها يوميا، ولكن سي شي مرات كيعجبني نهار بغيت نشرب قهوه كيعجبني نشربها على حقها وطريقه. لهذا قلت علاش لا غادي ناخذها ليه كادو باش انا نستغل الفرصه نبقى مره نشرب قهوه على حقها وطريقه بيناتنا. يا ربي ما يشوفش الفيديو كيسنا يقول لي هاد القضيه درتيه ليك ماشي ليا. شتي راه قال لك المراه خصها تكون ذكيه سينا ما تفروش. المهم البنات كما قلت لكم ماكينه سهله في الاستخدام ديالها. صراحه في الاول قلت انا اوف غتجيني صعيبه ولا هذا، لانه صراحه عندنا الماكينه ديال القهوه العاديه ديال ديما هي اللي كنشريو ديما العاديه اللي كديري الماء وكتشعليها وكتبقى تقطر صافي. اما هذه عرفتي من بعد ما جربتها قلت واو شنو ضيعت في هذه الفتره كامله. علاش؟ يعني كدير غير كبسوله كتحط الكاس كتخرج القهوه، ما كتسخن ما عند ما كتضيعي وقت ما والو، وتقريبا في دقيقه تتوجد لك القهوه ديالك. يعني صراحه طوب هي سي واحد القضيه اللي نقدر نقول لكم ننصحكم بالماكينه بحق الكبسولات غاليين بحق ضروري. بحال مثلا في امازون تلقاو ملي كتلقاو الباك ديال 3 لحقاش هادو كيجيو فيهم 3. دابا كنعطيكم حتى نصائح اللي بغات تشري الماكينه ديال القهوه، لحقاش نعرفها كاين الناس اللي يكونوا عارفين هادشي وكاين اللي ما يكونش عارف. انا عارف يعني دائما في الحياه كاين اللي عارف وكاين اللي ما عارفش، هذا كنقول الناس اللي ما عارفينش، ما تجيش شي واحد يقول لك اختي حنا عارفين هادشي، لحقاش انا هادشي ما كنتش عارفه حتى قلبت عليه، زعما قلبت على انفورماسيون. قلت لكم بحال هادي ما كتشريوها غير بوحدها كتبقى مغاليه، يعني قلبوا في امازون على الباك ولا شي مرات كاين في المحلات كيديروا اوفيرتا ولا كيديروا زعما تخفيض وكيديروا 3 بثمن مناسب وكيتقموا عليكم شويه رخاتين. يعني مثلا 3 في 2 كتخلصوا 2 كتاخذوا وحده كادو، يعني هذه كتقام عليكم شويه رخاتين، خذوا ديك الساعه داكشي اللي قديتوا عليه. بالحق وحده كتقام شويه غاليه بحال اللي كتبغي تشرب القهوه كتقام عليك، يعني كتزيد القهوه شويه غالي وصافي. كما قلت لكم الاستعمال ديالها زوين، غير هو كنصحكم الا خديتوها هذا اللي كتعمروا بالماء ضروري ديروا اللي فيه الماء ديال الشريب ماشي الماء ديال الكريفو، لانه الا درتوا الماء ديال الكريفو كيف في الاخر كيولي فيه كالكير وكتولي تبان موسخه، لهذا من الاحسن الماء ديال الشريب وصافي. كما قلت لكم الاستخدام ديالها سهله، بغيت ندير لكم شي ريفيو عليها ونوريكم كيفاش كتخدم، لانه انا صراحه شفت بزاف ديال الريفيوز حتى تعلمت كيفاش نخدم، وخا سهله من بعد قلت عواطف واه شحال ديال هذه الوقت انت كتشوفي كيفاش كتخدم وهي راه سهله حتى للدرجه. لان صراحه ما كنحبش نقرا كتبه اللي كيجيو لداخل، كنحملش كيجيني شي حاجه ممله، كيعجبني نشوف الناس كيشرحوا لي كيفاش كتقاد الحاجه. الا كنتو مهتمين بغيت ندير لكم الريفيو عليها ونوريكم كيفاش تخدم وكل شيء، وقولوها لي ندير لكم علاش لا على الراس والعين. المهم انا غادي نوريكم كيفاش دايره هي الماكينه باش تشوفوها، وكما كتشوفوا تقدروا تصاوبوا بها البنات المشروبات البارده والساخنه، تقدروا ديروا اتاي بارد، المهم حتى في الصيف زعما تقدروا قهوه بارده ولا اتاي بارد، المهم تقدروا ديروا بها مشروبات ساخنه وبارده وصافي. انا نوري لكم كيفاش دايره وصافي. هانتوما البنات هذه هي الماكينه كيف ما كتشوفوا كتجي بحال هكا. صراحه الموديل ديالها انا عجبني، ما عرفتش نتوما قولوا لي الراي ديالكم ضروري واش عجبكم ولا ما عجبكمش، يعني واش عجبتكم هذا الكادو اللي درت ولا ما عجبكمش. انا صراحه عجبني زعما يجيني شي كادو شي حاجه بحال هذه تعجبني. وكما قلت لكم يعني خصوصا الا كنتي عارفه راجلك ولا اللي غديري لي هذا الكادو تعز عليه القهوه غادي يفرح بزاف، ونوريكم كيفاش دايره. المهم من هنا كتجي بحال هكا، كتشعل من هنا كتطلعوا هذا وكتجبدوا هنايا وكتلقاو الكبسوله. انا شربت قبيله قهوه فطرت باقا فيها الكبسوله خاويه، ديك الساعه هنايا هنايا كديروا الماء بارد ولا الماء سخون. ديك الساعه بغيتوا الريفيو ديالها شوف هنا باقي تبقاو هادو هنايا. المهم باقا جديده باقي تنقيسوها بزاف، فرحانين باللعبه ديالنا اشنو واخ. كما قلت لكم البنات لا بغيتوا الريفيو ندير لكم عليها وصافي. المهم عجبتني وعجبته حتى هو وصافي، هذا هو المهم، هو اللي عجبو الكادو ديالو. وقولوا لي انتما كما قلت لكم في التعليق واش عجبكم الكادو اللي درت ليه ولا لا وصافي. البنات هذا هو الفلوق ديال اليوم، كنتمنى يكون عجبكم، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معايا شويه وديتوا شي فكره على شي حاجه. المهم قلت نشارك معكم لحقاش كيف ما قلت لكم بحال شكل الكادوات ديال الازواج ديالكم، كنتي مرات كنوحلوا صراحه. لهذا الا كان تعجبهم القهوه الماكينه ديال القهوه صراحه كاين بجميع الاثمنه الرخيص والغالي، تقدروا ديو شي حاجه بثمن مناسب وتفرحوهم ولا. المهم انا شاركت معكم الفكره ديالي تقدر تفيدكم وصافي. انا كما قلت لكم خديتها من امازون وتقدروا تلقاوها في جميع المحلات اللي معروفين بهادشي كيبيعوا هادشي ديال الماكينات والتخربيق، انا ما عرفتش كيفاش نقول لكم. بوسه كبيره، تهلاو في راسكم حتى نتلاقاو في فلوق المجيء ان شاء الله. دنيا قولي باي باي البنات. باي باي. باي باي. مامي بسلامه. مامي اشوف واخ ايش دير يعني.